بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فاليوم إن شاء الله نتحدث عن موضوع المواطنة في الفقه الإسلامي، أو بعض الأحكام الخاصة بالمواطنة في الفقه الإسلامي. بداية، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه وفضله على خلقه، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأخضع الله سبحانه وتعالى الكون وسخر الكون كله لخدمة الإنسان، فقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن جعل للإنسان وطنا وبلدا يحن إليه ويرجع إليه ويضحي في سبيله بالغالي والنفيس. المواطنة تعني المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد الشعب، المساواة في الحقوق والواجبات الدنيوية كيعني الحق في التعليم والصحة وغير ذلك من الأمور الدنيوية، المساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات الدنيوية بغض النظر عن العقيدة واللون والعرق وما شابه، الكل يتساوى في الدولة، الكل يطلق عليه مواطن، فالمواطن له حق في الدولة بغض النظر عن عقيدته أو انتمائه أو ما شابه. المواطنة كذلك هي مفاعلة بين المواطن وبين الوطن، بين الإنسان وبين الدولة، تفاعل. هذا التفاعل بين الإنسان وبين دولته وبين بلده يقتضي الانتماء الشديد والولاء التام لهذا البلد الذي يعيش فيه. ومن هنا جاءت مقولة حب الوطن من الإيمان، أو حب الوطن من الدين. نعم، حب الوطن والانتماء إليه والخوف عليه والحب الشديد له دي من أساسيات الدين اللي عندنا، وعشان كده بنقول: من لا خير له في وطنه لا خير له في دينه. اللي ملوش خير في البلد اللي عايش فيها، اللي ملوش خير في الوطن اللي عايش فيه، ملوش خير في الدين، لأن الدين هو أول حاجة أمرتنا بالانتماء إلى الدولة، بحب الدولة، بالخوف على الدولة اللي احنا عايشين فيها. فأول واحد علمنا حب الوطن والانتماء إليه والخوف عليه هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخرجوه من مكة نظر إلى مكة نظرة يعني حزن وقال: والله يا مكة إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: لولا أني أخرجت منك ما سكنت غيرك. لولا أن أهل مكة أخرجوا سيدنا النبي من المكان ومن البلد اللي نشأ فيه، ما كانش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكن بلد أخرى غير مكة. ولما ذهب إلى المدينة اتخذها وطنا له صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم ارزقنا حب المدينة كحب مكة أو أشد، اللهم ارزقنا حب المدينة كحب مكة أو أشد. وحتى سيدنا النبي برضه هو في المدينة يعني ظل يعني عنده الشوق والحنين والعودة إلى بلده مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يرجو أن يحول الله سبحانه وتعالى وجهته في الصلاة إلى الكعبة المشرفة، إلى وطنه الأول، حتى نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقضية الانتماء للوطن وحب الوطن دي من أساسيات الدين اللي علمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الفقه الإسلامي، الفقه لما جاي يقسم الجهاد القتالي في سبيل الله قسمه إلى قسمين: جهاد فرض كفاية وجهاد فرض عين.
الفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني إذا حصل اعتداء على دولة أخرى فهل يحق لهذه الدولة أو هل يجب على هذه الدولة أن تجاهد وأن تذهب لمحاربة أو للمحاربة مع الدولة الأخرى؟ قال هذا فرض كفاية، كل دولة تجاهد بنفسها. تمام، إذا قام بهذا الأمر بعض الناس يعني الذين يعيشون في هذه الدولة سقط الاسم عن الباقين. لكن إذا حصل اعتداء على الدولة اللي احنا عايشين فيها صار الجهاد في هذه الحالة فرض عين، تحول حكم الجهاد من فرض كفاية لو قام به البعض يسقط على الباقين إلى أصبح الجهاد فرض عين. إذا حدث اعتداء على الدولة صار إلزاما على كل من يعيش في هذه الدولة الدفاع عن هذا البلد بكل ما يملك، لأن الدولة إذا سقطت فلا يستطيع الإنسان، أو الوطن إذا سقط لا يستطيع الإنسان إن هو يأمن على نفسه ولا على دينه ولا على أولاده ولا على عرضه ولا على ماله، مش هنعرف حتى أن نقيم عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى إذا سقطت الدولة. فمن هنا أكد الفقه وأكد الإسلام أن الجهاد في هذه الحالة يصير فرض عين. كل ده دليل على أن الأصل في الإنسان أن ينتمي لوطنه، أن يكون شديد الخوف عليه، أن يكون محبا له كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. المواطنة في الفقه الإسلامي تشتمل على بعض الأحكام المتعلقة بها. من ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالمواطنة، احنا قلنا المواطنة هي تساوي جميع أفراد الشعب في الحقوق والواجبات الدنيوية، يترتب على المواطنة بعض الأحكام. من هذه الأحكام حق التعايش السلمي بين الناس. الإسلام الحنيف يدعو إلى التعايش السلمي بين جميع أبناء البلد الواحد بغض النظر عن عقيدة كل واحد، بغض النظر عن انتماء كل واحد. الأصل أن يعيش الجميع المسلم وغير المسلم في سلام في أمان، لا يعتدي أحد على أحد ولا يتجرأ أحد على أحد. وربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالإحسان إلى غير المسلمين الذين يعيشون معهم في بلادهم، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الناس اللي عايشين معانا في البلد، الناس غير المسلمين اللي عايشين معانا في سلام وفي وئام ولم يعني يعتدوا علينا ولم يتجرؤوا علينا، وجب علينا شرعا أن نحسن إليهم وأن نبر بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، والبر هو جماع كل خصال الخير، لا بد أن نحسن إليهم وأن في كل معاملاتنا معهم. إذا حصل عنده أمر فيه فرح وسرور هنأناه بهذا الفرح وبهذا السرور، وإذا حصل يعني عنده مصيبة أو ما شابه عزيناه وواسيناه ووقفنا بجواره وكل هذه الأمور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلام ده في سنته، فكان يتعايش مع اليهود الذين كانوا يعيشون معه في المدينة، وكان يتاجر معهم ويبيع ويشتري منهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم مات ودعه مرهون عند رجل يهودي في طعام أخذه منه صلى الله عليه وسلم. فمبدأ التعايش السلمي من المبادئ الأساسية من حقوق أو من مبادئ المواطنة. الكل يعيش في سلام، الكل يعيش في وئام، لا فرق بين أحد وغيره، لا فضل لأحد على أحد، كلنا في مبدأ التعايش السلمي واحد. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبقه أيضا لما وصل إلى المدينة. في أول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة وضع وثيقة المدينة، يعني ما يسمى الآن بدستور المدينة. هذه الوثيقة ضمن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كافة الحقوق والواجبات لكل أفراد المدينة أو لكل أهل المدينة المنورة. فسيدنا النبي لما جاء المدينة فيها مسلمين من المهاجرين والأنصار، فيها يهود، فيها مشركين، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع الوثيقة دي، وضع الدستور ده اللي بيضمن فيه كل الحقوق لكل الناس اللي عايشة معاه في المدينة، ما فيش حد ليه فضل على حد. كما تضمنت هذه الوثيقة حق الدفاع عن المدينة المنورة ضد من يعتدي عليها. أي حد يعتدي على البلد، أي حد يعتدي على المدينة المنورة، وجب على كل أهل المدينة اللي عايشين فيها المسلم وغير المسلم أن يهب للدفاع عن المدينة المنورة.
فده مبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصله تأصيلا كريما منذ قدومه إلى المدينة المنورة، مبدأ أو حق التعايش السلمي. كل إنسان له حق في الحياة، لا فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم، كل إنسان له حق التعايش السلمي، لا فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم. ومن هنا الإسلام حذر من الاعتداء على حياة الناس غير المسلمين بحجة إن هم غير مسلمين. مش معنى أن أنا مسلم يحق لي أن أنا أعتدي على غير المسلم، أني أستبيح دمه، أستبيح عرضه، أستبيح ماله. حق الحياة ده حق مكفول لكل الناس، المسلم وغير المسلم. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه برضو منذ قدومه المدينة، والقرآن أكد على كده، فقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي نفس، من قتل نفسا مطلق نفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي يتجرأ على دم غيره بغير حق، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فكأنما قتل الناس جميعا. والذي يساعد على إحياء النفس أيا كانت هذه النفس فهو كمن أحيا الناس جميعا. وعشان كده القرآن الكريم أكد لنا مبدأ القصاص، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مبدأ القصاص أن الإنسان إذا اعتدى على غيره واستباح دم غيره أيا كان هذا الغير، وجب على الحاكم أو على المسؤول أن يقتص من القاتل للمقتول. وموضوع القصاص من القاتل للمقتول حتى ولو كان القاتل مسلما وقد قتل كافرا، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. فالقصاص ينبغي أن يكون ساريا على كل أفراد الدولة، ساريا على كل أفراد الوطن، لا فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: إذا أمن الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء منه وإن كان المقتول كافرا. إذا أمن الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يعني أنا ما ينفعش عايش في دولة أعتدي فيها على غير مسلم بغير حق وبغير سبب. إذا أنا أعطيت الأمان لهذا الشخص الذي يعيش معي ثم تجرأت على دمه وقتلته بدون سبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ مني حتى ولو كان المقتول ده شخص كافر. وما فيش حاجة هنا بقى اسمها أفضلية المسلم على الكافر، لأن الكل يتساوى في حق الحياة، ما فيش فضل النفس على نفس في حق الحياة، الكل يتساوى في حق الحياة. مش معنى أن أنا مسلم يبقى لي فضل في الحياة على غير المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأمر ده. ولما قتل مسلم معاهدا بغير حق، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم القاتل المسلم ثم قتله واقتص للمقتول، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم من وفى بذمته. هذا الشخص يعيش في ذمتنا، يعيش في عهدتنا، يعيش في أماننا، يستجير بنا، فلا يستطيع أي أحد أن يقتله بدون سبب. ولما قتل هذا المسلم، هذا الشخص بدون سبب قتله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. وقال برضو في حديث تاني صلى الله عليه وسلم، كل دي حديث النبي بيحذرنا فيها من يعني التجرؤ على حق الحياة لأي شخص حتى ولو كان غير مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا من غير سبب لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. فمسألة حق الحياة ده حق مكفول لكل أفراد الدولة، كل أفراد الوطن، لا فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم. كذلك أيضا من الأمور أو من الأحكام الخاصة بالمواطنة حرية الاعتقاد. كل واحد في الدولة له الحق الكامل في أن يعتقد ما يشاء وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يرضاها لنفسه. ربنا قال في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. فربنا سبحانه وتعالى جعل مسألة العقيدة ومسألة الدين حرية شخصية، كل واحد له الحق وله الحرية الكاملة فيما يدين به وفيما يعتقد فيه لله سبحانه وتعالى.
فدي من الأحكام المهمة جدا جدا الخاصة بالمواطنة أو بالمواطنين الذين يعيشون في بلد واحد أو في دولة واحدة. ومن يظن أن احتقار غيره من صلب العقيدة فهذا شخص واهم، هذا شخص لم يعرف أي شيء عن دينه. ربنا قال في القرآن الكريم: لكم دينكم ولي دين. كل واحد له الدين الذي يعتقده، له العقيدة التي يعتقدها، فلا يحتقر المسلم غيره لأي سبب من الأسباب، إنما الأصل في المسلم أن يتسم بمكارم وبمحاسن الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فحرية الاعتقاد حرية شخصية مكفولة لكل شخص حسب ما يرضاه لنفسه. وده بياخدنا لنقطة مهمة جدا جدا في الفقه الإسلامي، وهي إن يعني لا يوجد قتل على المعتقد، لا يوجد قتل على المعتقد. يعني الإسلام ما أباحش قتل الناس بسبب عقيدتهم، ما قالش ده كافر لابد أن يقتل. مسألة قتل الكافر بسبب كفره هذا لم يرد في الشرع الشريف، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول واحد طبق الموضوع ده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة المنورة، المدينة فيها يهود غير مسلمين وفيها مشركين غير يهود، فهل بادر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم أو بقتالهم بحجة إن هم دول جماعة كفار ولازم نخلص منهم وما ينفعش يعيشوا معنا في نفس الدولة اللي احنا عايشين فيها؟ لا، سيدنا النبي ما عملش كده، بل بالعكس، ده سيدنا النبي زي ما قلنا أول ما جه وضع الوثيقة أو الدستور الخاص بأهل المدينة اللي بيضمن كل الحقوق لكل الناس اللي عايشة في المدينة بما فيهم اليهود وبما فيهم المشركون. فسيدنا النبي لم يقاتل اليهود في المدينة بناء على عقيدتهم، وإنما قاتلهم صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة وأخرجهم من المدينة لأمر آخر ولسبب آخر، وهو نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أجلى اليهود وقاتل اليهود في المدينة لما نقضوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا على قتله وعملوا على الاستنصار عليه من غير أهل المدينة، فهنا نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. لكن القتل على المعتقد ده مش موجود عندنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإسلام لا يريد الإجبار على الدخول فيه، إنما الإسلام يريد الاختيار، أن يدخل الإسلام، أن يدخل الإنسان الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى بيقين وليس بتلقين وليس بإجبار. فما فيش عندنا قتل على المعتقد في الشرع الشريف، إنما القتل يكون بسبب الاعتداء أو بسبب القتل أو ما شابه. وعشان كده القرآن الكريم أكد الموضوع ده في أول آية في القرآن الكريم تتحدث عن القتال، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ما قالش قاتل في سبيل الله المشركين أو الكفار، قاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. من يعتدي عليكم هذا هو الذي تبادرونه بالقتال، تبادرونه بالدفاع عن أنفسكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إياك أن تعتدي على أحد غيرك بدون سبب. ومن هنا كانت كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكل الحروب اللي خضها النبي صلى الله عليه وسلم كانت للدفاع وليست للهجوم. يعني لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أي دولة أو أي قبيلة أو أي مكان بالهجوم وبالقتال، لأن القتال لم يشرع إلا للدفاع على النفس. وده بياخدنا لنقطة مهمة جدا جدا برضو في الموضوع ده، ومسألة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وحصر الجهاد في سبيل الله في الجهاد القتالي فقط. الجهاد في سبيل الله على أنواع، منه جهاد النفس، بمعنى أن تأتمر النفس بالأوامر الشرعية وتنتهي عن النواهي الشرعية اللي ربنا قال لنا عليه نعمله واللي ربنا قال لنا ما نعملوش ما نعملوش. هذا الأمر يحتاج لمجاهدة، يحتاج لجهاد نفس، وده اللي سيد النبي يعني وصفه بالجهاد الأكبر. فكان في غزوة من الغزوات لما انتهى منها ولما رجع إلى المدينة وفي أثناء رجوعه إلى المدينة قال لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فجهاد النفس بمعنى حمل النفس على الائتمار بأوامر الله والنهي عن نواهي، ده جهاد أكبر. الجهاد الثاني في الدين عندنا الجهاد الدعوي، الجهاد بالكلمة، أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن نجاهد في هذا الأمر، بمعنى أن نجاهد في توصيل دين الله سبحانه وتعالى
ونعمل على نشر مكارم الأخلاق وصحيح الدين لكل الناس، وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة، وده اللي القرآن الكريم حكى عنه في قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد القتالي شرع في المدينة المنورة، لكن الآية دي نزلت في مكة في أثناء مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الضمير في به هنا يعود على القرآن الكريم، يعني يا رسول الله لا تطع هؤلاء الكفار فيما يقولونه لك، وجاهدهم بالقرآن الكريم، يعني حاول أن تبلغهم محاسن الدين وأخلاق الدين، وأن تبلغهم أحكام القرآن الكريم، واجتهد في هذا الأمر. فالقرآن هنا وصف الدعوة بالكلمة وبالموعظة الحسنة بالجهاد، ووصفه بالجهاد الأكبر: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى عندنا جهاد أو جهاد النفس، بعد كده وده مأمور به كل واحد فينا، بعد كده جهاد الدعوة، وده مأمور به العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بهذه الوظيفة وأن يبلغوا دين الله، التبليغ الصحيح للناس. بعد كده النوع الثالث من الجهاد هو الجهاد القتالي، الحرب. فمن الخطأ الشنيع حصر كلمة الجهاد في الدين في هذا النوع الثالث فقط اللي هو الجهاد القتالي، وإن عندما تطلق كلمة الجهاد يصرف إلى الأذهان فورا الحروب وما شابه. لا، عندنا زي ما قلنا في النوعين قبل كده، نوع جهاد نفس، نوع جهاد دعوة، النوع الثالث الجهاد القتالي. طب الجهاد القتالي شرع ليه؟ الجهاد القتالي شرع لشيء واحد، وهو الدفاع عن البلاد وعن العباد، ولم يشرع الجهاد القتالي لأجل الاعتداء على الغير بحجة أنه هو كافر أو غير مسلم أو ما شابه، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أصول المواطنة، وعلمنا أن أي حد يعيش في الدولة اللي احنا عايشين فيها له ما لنا وعليه ما علينا. لكن الجهاد القتالي ده، قتال هؤلاء ومجاهدتهم، هذا لم يشرع إلا حالة الاعتداء فقط. من يأتي ويعتدي علينا في هذه الحالة نفعل الجهاد القتالي، لأن القرآن الكريم واضح في هذه المسألة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلو أن في شخص غير مسلم عايش معايا في الدولة، أو شخص غير مسلم حتى عايش في دولة تانية، وأنا رحت أجاهد في سبيل الله وأستحل دم هذا الشخص بحجة أن ده كافر وأن ده جهاد في سبيل الله، هذا أمر مخالف تماما لتعاليم القرآن وتعاليم السنة النبوية المطهرة، لأن الأمر في القرآن واضح: ولا تعتدوا. هذا الشخص لم يصنع معك شيئا ولم يفعل معك شيئا، فلماذا تعتدي عليه؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بل بالمقابل، ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالإحسان إليه وبالبر به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا الجهاد القتالي لا قتل على المعتقد عندنا في الدين، الجهاد القتالي لم يشرع إلا للدفاع عن البلاد وعن العباد. وحتى القرآن الكريم لفت أنظرنا لمسألة أخرى خاصة بهذا الأمر. في سورة التوبة مثلا، القرآن الكريم بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني الجماعة المشركين اللي انت عطيتهم عهد بعدم التعرض لهم وأعطوك العهد بعدم التعرض لك، هؤلاء الناس إياك أن تتعرض لهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، لم يستنصروا بأعدائكم عليكم، إنما يعني فعلوا معكم موضوع المعاهدة أو موضوع الهدنة مع كونهم مشركين، هؤلاء وجب عليك يا رسول الله ووجب على المسلمين من بعدهم أن يتموا عهدهم لهم وألا يتعرضوا لهم بسوء. بعد الآية دي ربنا بيقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هل هنا ده أمر بقتل المشرك في 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 أي مكان نجده؟ لو أنت حملت الآية دي على العموم، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يبقى ده يتعارض مع الآية اللي قبلها: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى آية بتقول لك المشرك اللي عمل معاك عهد تم العهد معاه وإياك أن تعتدي عليه، والآية اللي بعده بتقول اقتل المشركين حيث وجدتموهم. يبقى ما ينفعش أحمل الآية دي على العموم، يعني على قتل المشركين في أي مكان، إنما الآية هنا فيها تقدير:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. المراد بالمشركين هنا المشركين المعتدين، المشركين المحاربين. يبقى يعني تقاتل وتقتل المشرك الذي يقاتلك، المشرك الذي يحاربك. أما المشرك أو الكافر الذي وقع معك عقد العهد فهذا لا تعتدي عليه. بعد الآية دي في آية ثالثة برضو في نفس السورة بتقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو في حد من المشركين طلب منك الأمان وطلب منك إنك أنت تحميه وجب عليك أن تحميه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ومش كده وبس، مش أنت تحميه وبعد كده تفتح الباب وتسيبه يمشي، لا، ده وجب عليك أن تبلغ أو أن توصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بالضبط عاملة زي موضوع مثلا السياح اللي بيجوا عندنا في البلد. السياح لما بينزلوا عندنا البلد أصبحوا في عهدتنا، أصبحوا في ذمتنا، وجب علينا شرعا أن نحميهم وأن ندافع عنهم. ومن هنا أول ما السائح بينزل المطار عندنا لازم في قوة من الشرطة بتروح تستلمه بتحميه وبتحاول إن هي يعني تكون معاه فترة الرحلة بتاعته أو مدة الإقامة بتاعته داخل البلد. ده أمر شرعي، واجب شرعي لابد أن يفعله، لأن ربنا قال كده حتى ثم أبلغهم أمنة. وما ينفعش أول ما السائح يخلص الرحلة بتاعته عندنا إن أنا خلاص أقول له تفضل مشكورا، لا، وجب علينا أن نحميه حتى المكان الذي يأمن فيه على نفسه اللي هو المطار. وفي المطار هناك قوات الشرطة بتتابع تأمينه حتى ركوب الطيارة. ده كله يعني تنفيذا لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى إذن ما فيش حاجة عندي اسمها قتل على المعتقد، ما فيش حاجة في الدين قتل على المعتقد، قتل على الهوية، قتل على الكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. الجهاد القتالي شرع لأجل الدفاع عن البلاد والعباد وليس لأجل قتل المشركين أو الكفار على معتقدهم. ومن هنا المواطنة يعني تستلزم وتستدعي تساوي جميع الأفراد المسلم وغير المسلم في الحقوق والواجبات، ولا فضل لأحد على أحد، لا فضل لمسلم على غير المسلم أو غير المسلم على المسلم في حق التعايش السلمي، في حق الحياة، في حق الاعتقاد. كل هذه الأمور الكل يتساوى فيها. وآخر أمر نختم به فيما يخص حرية الاعتقاد الخاصة بالمواطنين، إن في قاعدة شرعية عندنا بتقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. لما ارتضى الإسلام الحنيف للناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى حسب اختيارهم وحسب حريتهم الشخصية، ده اقتضى أن الإسلام أوجب المحافظة على دور العبادة لكل حد. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. فطالما الإسلام ارتضى أن كل واحد يعبد ربنا بالطريقة اللي هو عايزها وبالمنهج اللي هو عايزه، يبقى ده يحتم على الدولة ويحتم على الوطن أن هي تحافظ على دور العبادة الخاصة بكل الناس، المساجد والكنائس والمعابد، وكل إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى في مكانه وجب على الدولة أن تحمي هذا المكان. وده اللي القرآن الكريم يعني نص عليه في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله، المراد بالدفع هنا يعني الإذن بالقتال، لولا أن أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالقتال وبالدفاع عن أنفسهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أذن الله سبحانه وتعالى بدفاع المسلمين ضد الكفار وضد المشركين المحاربين المعتدين لا خربت ولا هدمت الصوامع والبيع. الصوامع هي يعني المكان الذي يتعبد فيه الراهب، يعني حاجة كده أشبه بالمعبد. لهدمت صوامع وبيع، والمراد بالبيع الكنائس، والصلوات المراد بها الأماكن الخاصة بعبادة اليهود والمساجد الخاصة بنا كمسلمين. يعني لولا أن أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالدفاع عن البلاد وعن العباد لاستولى المشركون المحاربون المعتدون، استولوا على البلد فخربوا فيها كل شيء، خربوا فيها المساجد والكنائس والمعابد وما شابه. وهنا ربنا سبحانه وتعالى أمر بحفظ الكنائس والمعابد
بنفس الآية التي أمر بها بحفظ المساجد، فربنا جمعهم كلهم في آية واحدة، فهذا يقتضي أو ده بيدل على القاعدة اللي احنا بنقولها، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، حماية دور العبادة، حماية الكنائس، حماية المعابد، ده أمر محتم على الدولة وأمر واجب على الدولة بنص الشارع الشريف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.